صحيح. هو احنا شفنا الثلاثه طلعوا اتكلموا وعملوا برنامج انتخابي، هو السيسي ما بيطلعش يتكلم ليه يعني؟ ولا ايه؟ شعبيته كفايه، كباري كفايه، الدولار ابو 753 جنيه كفايه، ولا كيلو السكر كفايه؟ كيلو السكر كفايه. طيب تعال نروح لمشهد عبثي اخر. السيسي اللي المفروض انه مرشح مش بيظهر في المؤتمرات، بيجيب حد يتكلم بالنيابه عنه، يعني فريد زهران يروح يتكلم بنفسه، حازم عمر يتكلم بنفسه، عبد السند يمامه يتكلم بنفسه، انما الاستاذ عبد الفتاح السيسي ما يتكلمش، بيبعت حد تاني علشان هو مش فاضي للموضوع ده، عشان هو اكبر من الكلام ده، عشان هي خلصانه بس احنا عايزين نعمل مشهد شيك. رئيس حمله السيسي الراجل قدام حضراتكم ده اسمه المستشار محمود فوزي، بيقول لك اصبحنا مؤهلين لانطلاقه اقتصاديه قويه. ربنا يستر. ده رئيس حمله السيسي وبيقول لك قضيه غزه ليست انتخابيه بالنسبه لمرشحنا. طب انت مرشحك عنده عذر منعه يتكلم؟ ما الناس المرشحين التانيين طالعين يتكلموا. يا عبد الفتاح ما تطلع وتخليك راجل، ما تطلع تكلم الناس، اطلع قول للناس الدولار ليه ب 53 جنيه، اطلع قول للناس كيلو السكر ليه ب 60 جنيه، والكهرباء في بعض الاماكن بتقطع 3 ساعات واماكن تانية 12 ساعة. ما تطلع يا عبد الفتاح تواجه المصريين بانجازاتك العظيمة خلال 10 سنين سودة مرت على المصريين. ما تطلع تقول لهم صحيح مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا. اطلع قول لهم مصر بعد 10 سنين وصلت لفين. بعد 10 سنين يا عبد الفتاح وديت مصر فين؟ فين ام الدنيا وقد الدنيا؟ اصبروا عليا سنه واثنين وثلاثه وخمسه، صبر المصريين غصب عنهم 10 سنين، وكل واحد كان بيحاول يلاقي حل، وكل واحد كان بيحاول يقدم نفسه على انه هو البديل، كل واحد كان بيحاول يقول انا اقدر. تقعدوا في البيت او بتقعدوا في السجن، او بتقعدوا في البيت وبعدين بتوديه على السجن او اقامه جبريه، كان عسكري ولا كان مدني. اطلع يا عبد الفتاح يا سيسي خليك راجل مره في حياتك، وقول للناس ليه ينتخبوك مره كمان. علشان ايه؟ علشان الوضع الاقتصادي، علشان النجاح، علشان السياسه الخارجيه القويه، علشان احنا مسيطرين حتى في ملف غزه وغير غزه، علشان احنا محدش بياكل لقمتنا زي ما انت بتقول. مش كنت بتقول العافي محدش بياكل لقمته؟ طب احنا كلوا لقمتنا ليه في النيل؟ كلوا لقمتنا ليه في تيران وصنافير وفي حقول الغاز؟ كلوا لقمتنا ليه في غزة اللي دلوقتي المفاوضات بتحصل هناك في الدوحة في قطر مش في القاهرة؟ ليه يا عبد الفتاح؟ اطلع قول للناس برنامجك الانتخابي، قول للناس انا جاي لكم بالفقر والعوز، قول للناس انا جاي لكم بقلة القيمة وقلة الحيلة وكسرة النفس وكسرة العين. اطلع قول للناس انا جاي لكم بالفلس، جاي لكم علشان ما تعرفوش ترفعوا رؤوسكم في بيوتكم قدام عيالكم لما يقولوا لكم عايزين. قول لهم انا جاي لكم علشان اقضي على فكرة محدش بيبات من غير عشاء، عشان كلكم هتباتوا من غير عشاء ومن غير فطار، واحمدوا ربنا لو لقيتوا الغدا. قول لهم انا جاي اقضي على حاجه اسمها النخوه، وان الناس تقف جنب بعض، وان المليان يصب على الفاضي لان ما عادش فيه مليان. اطلع يا عبد الفتاح وقول الكلام ده للمصريين، ما تطلعش محمود فوزي ولا غير محمود فوزي. اطلع واجه الناس، اقف زي الناس زي الرجاله، وقول لهم برنامجي الانتخابي في كلمتين مفيش، ما عندناش. او قول لهم احنا نحن نعمل من اجل القضاء على دور مصر الريادي واشاعه العوز في بيوت المصريين. مكسوف من ايه؟ مش انت صاحب انجازات وكباري واعلى ساريه علم والبرج الايقوني والنهر الميموني ومش عارف ايه في الايه؟ اطلع قول للناس انجازاتك، خلي الناس تجيبك رئيس. واحنا عارفين انت جاي بس مش عشان الناس عايزاك، علشان ناس تانية عايزاك، شايفاك كنز استراتيجي، شايفاك ان انت قاعد على البلد راس البلد.
قولي بس في كلام والله ما يتقال، بس على الأقل مسكت ال 105 مليون ومتحكم فيهم، حتى المظاهرة بتطلع بإذنك، دي مش بطولة، لأن كل ما تقفل أكتر بيبقى الانفجار أكبر، وهم عارفين كده كويس وحصل وجربوه، وانت كمان هتجرب ده قريب. نرجع للهرتلة، نرجع لاستكمال هرتلة اللي بيهرتله رئيس حملة السيسي. فصلنا ما بين المرشح ورئيس الجمهورية وبندرس تحركات المنافسين. انتوا صدقتوا يا جماعة منافسين ايه؟ فصلتوا ايه؟ ده الراجل مش عايز يطلع يقف جنبهم ويقدم نفسه للشعب، قال لك انا اقف جنب دول؟ يا محمود ما تصلي على النبي. الخبر اللي بعد كده كله في السيرك، محمود فوزي وده بيتكلم لسه باسم السيسي. أجهزة الدولة تتعامل بشكل متكافئ مع كل مرشح الانتخابات، الله وكيل. بيبقى السيسي عبد الفتاح قاعد هنا والسيسي قاعد هناك، زي حاتم دولة اسمه ايه؟ اسمه فريد زهران وحازم عمر وعبد السنة ديام، كلهم على قدم المساواة، كلهم قدام الدولة وأجهزتها سواء، مفيش حد أحسن من حد، ما عندناش خيار وفقوس في مصر يا جماعة، أنتوا عارفين. بيقولوا إيه تاني يا جماعة؟ الخبر اللي بعد كده، حملة السيسي نستهدف تبني نظام انتخابي يوسع التمثيل النيابي وإجراء انتخابات المحليات. وإيه اللي منعكم يا جماعة من 10 سنين تعملوا انتخابات المحليات؟ إيه اللي منعكم من 40 سنة تعملوا انتخابات في المحليات ولا من 50 سنة؟ ليه؟ لأن هو بيتعامل مع المحليات دي إنها الباب الخلفي للجيش. يعني إيه؟ يعني هو يجيب رئيس مجلس المدينة، بص في مصر على رؤساء مجالس المدن هتلاقيهم منين؟ يا إما ضباط جيش يا إما ضباط شرطة، قليل قوي بيجيبوهم مهندسين وبيبقى ليهم علاقات قوية بضباط الجيش أو ضباط الشرطة، أو بيبقى بعضهم من القضاة القدامى، وده قليل جدا جدا، يعني 95% لازم يبقى يا ضابط جيش يا ضابط شرطة. أنت قدام مشاهد عبثية، قدام ناس بتحاول تصدق انها مرشحين للرئاسة بجد وبيحاولوا يقنعوك بده بأداء باهت، أداء كومبارسات مفيش فيهم نجوم، ولا نجوم صف أول ولا تاني ولا خامس، ولا عبد الفتاح السيسي اللي خايف يطلع يواجه الناس بيقوم بأي دور. عبد الفتاح السيسي اكتفى بدور ان هو انا هوكل واحد اسمه خالد فوزي يطلع يتكلم بلسان حالي ويقول لكم ان احنا يعني مواقفنا زينا زي المرشحين الاخرين، اطلع اقف جنب المرشحين الاخرين عشان تبقى مرشح بيعرض نفسه على الناس. لا انت تهزر، هي ابجديات الزعيم زي ابجديات الرئيس او زي ابجديات المرشح. عبد الفتاح السيسي شايف نفسه زعيم، علشان كده الزعيم ده يجيب ناس تخدم عليه بقى، تعمله مشهد ديمقراطي، تمثله، تنامله على الارض، مش انما يقف وينافسهم وينافسوه. عيب، ده زعيم شر روحه على كفه عشان الباب بلا بلا بلا، الكلام التافه اللي بنقعد نسمعه بقالنا 10 سنين. 10 سنين بنسمع بيمسك الحديده ويلغي ويلك، ليه؟ عشان زعيم خربها وقعد على تلها وطلع عين البلد، ولازم تتمسكوا بيه، ده زعيم. مش عرفكم انتوا يا جماعه؟ نجيب بقى يا ماما وحمامه ومش عارف ايه، يعني زيهم زي اللي قبل كده، زي موسى مصطفى موسى واسمه ايه تاني، حمدين صباحي، مناظر. مش انتوا اللي قلتوا له انزل عبد الفتاح في الساحه واتدلع كده بالراحه؟ استحملوا، هو عايز اقول لكم كده، انتوا جبتوني بمزاجكم، لاني قبل كده قلت لكم الجيش لو نزل الشارع قولوا على مصر 40 سنه بقى لحد، مش انا قلت لكم وانتوا جبتوني؟ اشربوا بقى. ايه الواجب الوقت؟ ايه لزوم القعدة؟ ايه لزوم القعدة عشان ما حدش يقول انت قاعد بشكل غير شرعي؟ نعمل انتخابات. هات لي يا ابني نفرين ثلاثة، كنا بنجيب نفر واحد، لا هات لي ثلاثة ولا ليهم اي بتاع، قعدهم يلا، وكل يلا كل واحد نراضيه، اطلع في التلفزيون شوية وبتاع، مرشح رئاسي برضه، وبعد كده تاخد ايه؟ اللي خليته القرعة تاخده من الشعور، اللي خده حمدين صباحي وخده موسى مصطفى حضرتك هتاخده ايها المرشح المحترم.